بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد لقراءة كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للحافظ المجتهد الفقيه أبي الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وكنا قد استأنفنا قراءتنا في هذا الكتاب في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهت بنا القراءة إلى الحديث 13 من هذا الباب، وهو الحديث 96 في سلسلة أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. فقرأنا جزءا من شرح هذا الحديث على أن نستكمل بقية الشرح في هذا اليوم. والحديث نصه قال الحافظ عبد الغني المقدسي: الحديث 13 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. انتهى الحديث. وذكرنا ما يتعلق بمقدمة هذا الحديث، وذكرنا اللطيفة التي نقلت عن بعض المحدثين في كون أبي قتادة في كون أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أو نسب أمامة إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ولأبي العاص. وذكرنا أيضا من ضمن ما ذكرناه في هذا الحديث أن هذا الحديث يعد رفعا للحرج من أحاديث التي رفعت الحرج عن هذه الأمة، ومن أحاديث التيسير التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. ونقلنا كلمة السفارين رحمه الله تعالى قال حين قال عن هذا الحديث: هذا الحديث فيه قمع للمتنطعين ورغم أنوف المتوسوسين ودحض دعوى المتعمقين. وانتهت بنا القراءة إلى الوجه الثاني، وقلنا أن هذا الحديث يعني في حمل أمامة وفيه عمل كثير في الصلاة، وهو يناقض ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن بعضهم يقول أن إذا تحرك 3 مرات أو نحوها فإن الصلاة تبطل. وذهب أيضا بعض الفقهاء وبعض العلماء إلى تحديد الحركة في الصلاة، وأن الحركة إذا زادت كانت مدعاة لبطلانها. وقلنا أن هذا الحديث فيه رد عليهم، لكن هؤلاء على فضلهم ومكانتهم احتاجوا إلى أن يجيبوا عن هذا الحديث، لا يستطيعون الطعن في هذا الحديث من حيث السند. وقلنا أن هذا الحديث حديث رواه البخاري ومسلم وحسبك بهما، فاحتاجوا إلى الجواب عن هذا الحديث. وذكرنا ما نقله ابن دقيق العيد في الجواب عن هذا الحديث، وأنه كان في النافلة. قالوا: هذا الحديث كان نافلة، ومن المعلوم من قواعد الشريعة أنه يتسامح في النافلة ما لا يتسامح في الفريضة. وقد رد عليهم الشيخ بأن في طرقه الصحيحة أن النبي صلى أن هذه الصلاة كانت في صلاة الفريضة إما الظهر وإما العصر. ثم نستأنف إن شاء الله تعالى القراءة وما ذكره ابن دقيق العيد. فقال: الوجه الثاني، أي في الجواب عن هذا الحديث،
فيما أجاب به المعترضون عن هذا الحديث. قالوا أن هذا الفعل كان للضرورة، وهذا أيضا مروي عن الإمام مالك، وفرق بعض أتباعه بين أن تكون الحاجة شديدة بحيث لا يجد من يكفيه أمر الصبي ويخشى عليه فهذا يجوز في النافلة والفريضة، وإن كان حمل الصبي في الصلاة على معنى الكفاية لأمه لشغلها بغير ذلك لم يصلح إلا في النافلة. ففرقوا بين النافلة والفريضة وقالوا أن المقام مقام ضرورة، فإن كانت الضرورة شديدة فيجوز هذا الفعل أو الحركة في الصلاة وحمل الصبي في الفريضة والنافل، وإن لم تكن الضرورة شديدة بمعنى أراد أن يكفي أمه هذا الطفل فإنه لا يجوز إلا في النافلة. ففرقوا بين النافلة والفريضة. ومن القواعد المعروفة المعلومة عند أهل العلم أن التفريق لا بد وأن يكون بدليل، لذلك أورد الشيخ تقي الدين في هذا المقام إشكالا فقال: وهذا أيضا عليه من الإشكال أن الأصل استواء الفرض والنفل في الشرائط والأركان إلا ما خصه الدليل. أولا هم قيدوه بحال الضرورة، وحتى وإذا قلنا بالضرورة هذا إذا قلنا أن المقام مقام ضرورة فهذا يعني لا معنى له، لأن من المعلوم في قواعد الشريعة أن الضرورات تبيح المحظورات، فقولهم حال الضرورة أيضا هذا لا دليل عليه. لكن على فرض التسليم حين يفرقون بين الضرورة الشديدة وبين الضرورة غير الشديدة فيفرقون بين الفرض والنفل، وهذا التفريق يحتاج إلى دليل، لأن الأصل أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا ما جاء على لسان الشريعة في التفريق بينهما، فإن الشريعة قد جاءت في بعض في التسامح في بعض الأركان والشروط، لكن هذا المقام لا بد له من دليل، ولا دليل عند من فرق بينهما. قال الشارح رحمه الله تعالى: الوجه الثالث أن هذا منسوخ، وهو مروي أيضا عن مالك رحمه الله تعالى. قال أبو عمر ابن عبد البر يقصد: ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها. فالمقام الثالث قالوا هذا الحديث منسوخ، ونسب هذا الكلام إلى صاحب الإمام مالك وهو ابن عبد البر، فإنه قال: ولعله نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها. وأيضا حتى هذا التأويل رده أهل العلم، ورده ابن دقيق العيد فقال: وقد رد هذا بأن قوله إن في الصلاة لشغلا، الذين قالوا أن هذا الحديث منسوخ قالوا ناسخه قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. فيقول الشيخ في هذا المقام: هذا الحديث كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، فإن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك. فإذا هذه أيضا قاعدة عند أهل الأصول، أن من شروط النسخ أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. وها هنا قد ثبت أن هذه الدعوة وهذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الفعل، فانتفى هذا الشرط، فانتفى من ثم النسخ، فلا دليل على النسخ، لأن من شروط النسخ أن يكون الناسخ متأخرا على المنسوخ. وها هنا دعواهم أن قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا هو الناسخ،
قيل لهم أن هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل فعله. ثم قال الشيخ: ولو لم يكن الأمر كذلك، يعني لو لم نورد هذا الرد لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاحتمال، لأن النسخ لا بد أيضا له من دليل، لا بد له من دليل، وشروطها معروفة يذكرها أهل الأصول. فها هنا دعواهم أن هذا نسخ هو مجرد احتمال، ذكروه على وجه الاحتمال لكن لا دليل عليه. الوجه الرابع من تأويلات من رد أو من تأول هذا الحديث، قالوا أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكره القاضي عياض فقال، أي القاضي عياض: وقد قيل هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك على حامله، وقد يعصم منه النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم سلامته من ذلك مدة حمله. فالقاضي عياض ادعى في هذا المقام أن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا يذكر في باب السنة، في باب السنة من أصول الفقه، أن مقام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون أفعاله وأقواله تشريعية للكل، وإما أن تكون أفعاله خاصة به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص ببعض الأحكام. فلذلك جاء القاضي عياض في هذا المقام قال: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي حمل أمامة إنما كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وليس المقام مقام تشريع، فلا يقتدى به في هذا المقام لأن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. لكن لعلك تأملت أو لاحظت أنه أورد تعليلا لا معنى له للحركة أو للفعل في الصلاة، حين قال، أي القاضي عياض: إذ لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك على حامله، فقد يعصم منه النبي، بمعنى أن الله عز وجل قد عصمه من نجاسة الطفل. وها هنا ليس ثمة مناسبة، ليس ثمة مناسبة بين قولنا أن الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة فإنه يجوز، وبين التعليل بأنه صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى من أن يقع عليه نجاسة إذا حمل طفلا. كن من هذا على ذكر، لأن الكلام الآتي في تقريره وتحقيق ابن دقيق العيدي يقوم على هذا التصور، فكن منه على ذكر. قال الشارح في الرد: وهذا الذي ذكره إن كان دليلا على الخصوص، أي بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته، فبالنسبة إلى ملابسة الصبية مع احتمال خروج النجاسة منها، وليس في ذلك تعرض لأمر الحمل. إحنا ما ليس المقام مقام النجاسة، وأن النجاسة قد تصل إلى جسده أو ثوبه صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام والحديث وارد في حمل أمامة، وما يلزم من هذا الحمل من الحركة في الصلاة. فلذلك يقول: وليس في ذلك تعرض لأمر الحمل بخصوصه الذي الكلام فيه. فلذلك هذا يسميه أهل الفقه هو استدلال في غير موضع النزاع. ليس موضع النزاع أن النجاسة قد تصل إلى ثوبه أو إلى جسده صلى الله عليه وسلم أم لا، لكن الكلام أو موضع النزاع الحركة في الصلاة إذا كانت للحاجة أتجوز أم لا، فإن هذا التعليل لا معنى له. ثم تأول الشيخ في هذا المقام لما، والقاضي عياض هو من هو لا شك في ذلك في مقامه وفي فقهه، فلذلك أورد الشيخ في هذا المقام تعليلا لسبب
ذكر هذه العلة التي ليس بينها وبين هذا الفعل مناسبة، لأن الحكم لا بد وأن يكون معللا، والعلة لا بد وأن تكون مناسبة. لذلك يشترط أهل الأصول أن تكون العلة مناسبة، بمعنى بين الحكم وبين الفعل لا بد وأن تكون ثم مناسبة. فإذا قلت الخمر محرم لأنه عصير عنب، هذه علة غير مناسبة. ما بال العصير؟ طيب عصير التفاح، عصير البرتقال، عصير لما؟ فلذلك يقولون هذه علة غير مناسبة. فلذلك خرج الشيخ هاهنا ما عساه أن يكون تأويلا لكلام القاضي، قال ولعل قائل هذا لما أثبت الخصوصية في الحمل بما ذكره من اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز علمه بعصمة الصبية من البول حالة الحمل تأنس بذلك، فجعله مخصوصا بالعمل الكثير أيضا. فقد يفعلون ذلك في الأبواب التي ظهرت خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ويقولون خص بكذا في هذا الباب فيكون هذا مخصوصا. فتأول الشيخ في هذا المقام، لعلهم حين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه الله تعالى بالعلم وعصمه أن تكون هذه الصبية حين حملها أن تكون قد حملت أي نجاسة، فعصمه الله تعالى بذلك، جعل ذلك أو أنس إلى ذلك، فطرد هذا الحكم إلى العمل الكثير فجعله أيضا مخصوصا فيه. قالوا كما أنه خص صلى الله عليه وسلم بأن لا تصل نجاسة الصبية إلى ثوبه أو إلى جسده صلى الله عليه وسلم، فكذلك خص بأن بخص صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز له أن يعمل عملا كثيرا في الصلاة من غير أن يبطلها. فقال الشيخ وقد يفعلون ذلك في الأبواب التي ظهرت خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون خص بكذا في هذا الباب. فلعل القاضي عياض قال النبي صلى الله عليه وسلم خص في باب الصلاة مثلا، فعصمه الله تعالى أن تصل النجاسة إلى ثوبه أو إلى جسده صلى الله عليه وسلم، ثم طرد أو قاس عليها أيضا الفعل الكثير في حمل أمامة، فجعل هذا أيضا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا هذا ضعفه الشيخ من وجهين، والحقيقة أن التضعيف جاء من ثلاثة أوجه وسيأتي بيانها. قال إلا أن هذا ضعيف من وجهين، أحدهما أنه لا يلزم الاختصاص في غيره بلا دليل، فلا يدخل القياس في مثل هذا. تقول هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقيس والله فعل آخر، تقول هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقيس شيء آخر، هذا لا مدخل للقياس فيه. ثم قولك أن هذا يعني أن الفعل الكثير يقال هو مقيس أو ألحق بعصمته صلى الله عليه وسلم وجواز علمه بأن هذه الصبية التي حملها لم تكن عليها نجاسة، قال هذا قياس بلا دليل. وقال والأصل عدم التخصيص، وكان فيما أظن ولا نستدرك على الشيخ، لكن هذا والله أعلم هو الأصوب أن يبدأ بهذا الدليل، لأن هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهو أن الفعل إذا جاء فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون دائرا بين التشريع وبين الخصوصية
أن الأصل أنه يلحق بالتشريع فيكون مشرعا فيه، أن يكون مشرعا فيه. لذلك الشيخ يقول والأصل عدم التخصيص، هذا الدليل الأول، وكان الأصوب أن يبدأ فيه فيقال الأصل عدم التخصيص. أين الدليل على أنه خص أو أن هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم؟ فإن الأصل المعروف عند أهل العلم أن الأصل عدم التخصيص، الأصل في كل أفعاله صلى الله عليه وسلم أن تأتي للتشريع، أن تأتي الأفعال للتشريع. ثم قال أيضا قياس هذه على هذه أيضا لا دليل عليها، والقياس يحتاج إلى دليل. الثاني والصواب أنه الثالث، أن الذي قرب دعواه الاختصاص لجواز الحمل هو ذكره من جواز اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم بالعصمة من البول. قال وهذا معنى مناسب لاختصاصه بجواز ملابسته للصبية باعتبار أنه كان حاملا لأمامة وهي صبية، أو للصبية بمعنى إذا حمل الصبيان عموما ويدخل فيه الإناث. قال وهذا معنى مناسب لاختصاصه بجواز ملابسته للصبية في الصلاة أو للصبية في الصلاة، وهو معدوم فيما نتكلم فيه من أمر الحمل بخصوصه. فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص، وهذا من قوادح الأدلة ومن قوادح العلة أن تقدح في الدليل، ومن قوادح الدليل عدم المناسبة أن تقول هذا الحكم الذي حكمت به وهذا الفعل الذي بنيت عليه لا مناسبة بينهم، فإن هذا التعليل لا يناسب هذا الحكم فيرد لذلك. لذلك يقول الذي قرب دعواه الاختصاص لجواز الحمل هو ذكره من جواز اختصاص الرسول بالعصمة من البول. إذا سلمنا وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أن يعلم إذا كان هذا الصبي الذي سيحمله فيه نجاسة وسيعصمه من أن يبول وهو حامل له، إذا سلمنا بذلك هذا معنى مناسب لاختصاص ملابسته أي حمله، لأن الصبي إذا حملته فإنه يلاصق جسدك ويلاصق ثوبك، فهذا معنى مناسب لاختصاصه بجواز ملابسته للصبية أو للصبية في الصلاة. لكن ليس الكلام في ملابسة الصبي للمصلي في الصلاة، ليس الكلام في هذا المقام، إنما المقام في العمل إذا كثر في الصلاة للحاجة، وهذا معنى غير مناسب حين تقول اختص أو خص النبي صلى الله عليه خصوصياته صلى الله عليه وسلم ألا تصل النجاسة إلى ثوبه أو إلى جسده فإنه معصوم. نقول هذه علة غير مناسبة للحكم الذي نحن بصدده، وهو جواز الحركة والعمل في الصلاة إذا كان لحاجة. لذلك قال وهو معدوم فيما نتكلم عليه من أمر الحمل بخصوصه، فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص، فرد لهذا الوجه. وما زال في جعبة من رد أو تأول هذا الحديث بعض الأمور، فمنها هذا الوجه الخامس. قال حمل هذا الفعل على أن تكون أمامة حفيدته صلى الله عليه وسلم في تعلقها بالرسول صلى الله عليه وسلم وتأنسها به كانت تتعلق به بنفسها فيتركها فإذا أراد السجود وضعها. صورة المسألة بمعنى
لتعلق أمامة بجدها صلى الله عليه وسلم وأنسي به، كانت إذا قام إلى الركعة الثانية أو الثالثة والرابعة تتعلق به، فتمد ذراعها وتتعلق به صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الفعل منه صلى الله عليه وسلم، إنما كان الفعل منه واحدا، وهو أنه يضعها حين يأتي للسجود. طبعا هذه أرادوا بها تقليل الفعل أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، حتى لا يقال هذا فعل كثير. قالوا فإذا الفعل الصادر منه إنما هو الوضع للرفع، كل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمامة هي التي تتعلق به إذا قام للركعة الثانية، وإذا قام للركعة الثالثة، وإذا قام للركعة الرابعة إذا كان الظهر والعصر، الثالثة والرابعة، فهي التي تتعلق به، ما فعل شيئا، إنما فعله أنه يضعها. قال فيقل العمل الذي توهم من الحديث. يقول الشارح ولقد وقع لي أن هذا حسن، يعني هذا التأويل بادي النظر وجدته حسنا، لأن لفظة وضع لا تساوي حمل في اقتضاء فعل الفاعل، فإنا نقول لبعض الحوامل حمل كذا وإن لم يكن هو فعل الحمل، فالمرأة تقول أنها حامل، هي ما حملت، يعني هي لم تحمله، ولا يقال وضع إلا بفعل، فالحمل يكون من غير فعل من الشخص نفسه، والوضع يكون بفعل منه. قال أنا استأنست بهذا التأويل، فإذا قل، إذا نقول قل فعله صلى الله عليه وسلم، فالحمل بمعنى أن أمامة هي التي تحمل نفسها وتتعلق به صلى الله عليه وسلم، إنما كان الفعل منه صلى الله عليه وسلم وهو الوضع، فهذه حركة إذا وزعتها على مجموع الصلاة كان عملا قليلا يسيرا. قال واستأنست بهذا الكلام، قال حتى نظرت في بعض طرق الحديث الصحيحة، وهو في صحيح مسلم، فوجدت فيه فإذا قام أعادها، فبطل هذا التأويل، فبطل هذا التأويل. فقال في رواية مسلم فإذا قام أعادها، بمعنى أن هذا الفعل كان منه صلى الله عليه وسلم. قال وهذا يقتضي الفعل ظاهرا. ثم أمر آخر يعني ربما يرد في هذا المقام وهو واقع، يعني ملاحظ ومشاهد، يعني الطفل الصغير لا يعرف، لأن المرء يقوم للجلسة بين السجدتين، ويقوم للتشهد، ويقوم للركعة، فما الذي يجعل هذه الصبية وهذا الصبي يعرف متى هو القيام فيتعلق به؟ هذا بعيد حتى واقعا، يعني الصبي ما يميز، إذا رآه قام من سجوده، إذا رآه قام من سجوده فإما أن يجلس في الجلسة بين السجدتين، أو للتشهد الأول، أو للقيام، فما الذي يحمل هذه الصبية الصغيرة على أن تعرف متى هي الركعة الثانية والثالثة والرابعة؟ فحتى واقعا، يعني التأويل واقعا، يعني لا يمكن، لا يتصور وقوعه، فإن الصبي لا يستطيع أن يميز متى هو القيام إلى الركعة الثانية أو الثالثة حتى يتعلق به. الوجه السادس، قال وهو معتمد بعض مصنفي أصحاب الشافعي، وهو أن العمل الكثير إنما يفسد إذا وقع متواليا، إذا وقع العمل الكثير متواليا فإنه يفسد. وهذه الأفعال التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة قد لا تكون متوالية، فلا تكون مفسدة للصلاة، فالطمأنينة في الأركان لا سيما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون فاصلة، ولا شك أن مدة القيام طويلة فاصلة. فإذا قالوا
هذا الفعل لم يقع متواليا منه صلى الله عليه وسلم، فإنما وكان يفصل بينها بين الحمل وبين إعادتها، يعني أركان لا سيما في القيام، فإذا وزع على الصلاة لم يكن عملا كثيرا. فلذلك الصلاة نقول إنما تفسد إذا كان العمل متواليا في ركعة أو ركعتين، أما إذا وزع على الصلاة كلها فلا يفسد. وتأولوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، لكن تأمل جواب الشيخ، قال: وهذا الوجه إنما يخرج به إشكال كونه عملا كثيرا، لكنه لا يتعرض لمطلق الحمل. وبالعبارة الدارجة يعني ما صنعتم شيئا، ما قلتم شيئا جديدا، أنتم قلتم والله العمل الكثير يتوزع، لكن الحمل، حمل الطفل في الصلاة هو عمل كثير، لا سيما إذا لم يكن الطفل مستقرا، وهذا غالب حال أغلب الأطفال، فإن الطفل إذا حملته ما يستقر على يديك، فلا بد أن يعبث يعني بلبسك، ولا بد أن يعبث بلحيتك، ولا بد أن يتذمر، ولا بد ونحو ذلك. فلذلك يقول المصنف: ولا يعني هذا يخرج به إشكال كوني عمل كثيرا، ولا يتعرض لمطلق الحمل. لذلك يقول يعني الصنعان في هذا المقام: ولا شك أن الحمل، حمل الطفل عمل كثير، عمل حمل الطفل عمل كثير، ونقيدها نقول أنها للحاجة، أنها للحاجة. قال: وأما الوجه الثاني، لأنه وعدنا المصنف في أول الكلام، قال: الكلام على هذا الحديث من وجهين، أحدهما النظر في هذا الحمل ووجه إباحته، فأورد هذه الوجوه الست. ثم قال: الوجه الثاني النظر فيما يتعلق بطهار ثوب الصبية، بما يتعلق بطهارة ثوب الصبية، فأورد ها هنا الكلام فيما يتعلق بطهارة ثوب الصبية. قال: وأما الوجه الثاني، أي ما يتعلق بطهارة ثوب الصبية، وهو النظر إلى الإشكال من حيث الطهارة. طيب، حمل الصبيان، حمل الأطفال في الصلاة، هو مظنة، ولاحظ حفظك الله يعني ما يسمى بالحفاظات، هذه الحديثة الآن التي تمنع وصول البلل والنجس إلى خارج ثوب الصبي، ما كانت موجودة، لا تعرف. لذلك عليك أن تتصور المسألة على هذا النحو. قال: وأما الوجه الثاني وهو النظر إلى الإشكال من حيث الطهارة، فهو يتعلق بمسألة تعارض الأصل والغالب في النجاسات، وهذه قاعدة أصولية سبق وأن ذكرناها فيما مضى، إذا تعارض الأصل والظاهر، وربما عبر عنها إذا تعارض الأصل والغالب، الغالب أو الظاهر كلاهما بمعنى واحد، فالأصل هو الفعل المستصحب، والظاهر هو الفعل الطارئ الذي يغلب على الظن أنه يقع. قال: ورجح هذا الحديث ورجح هذا الحديث العمل بالأصل، وصح في كلام الشافعي إشارة إلى هذا، وصحيح. وهذا الحديث مما يستدل به الشافعي وأيضا الحنابلة على أنه إذا تعارض الأصل والظاهر أو الغالب أنه يعمل بالأصل. قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم عمل بالأصل، الأصل الطهارة، الأصل المستصحب هنا طهارة، ثم الغالب على الأطفال، الغالب هو النجاسة، الغالب أنه لا بد وأن يقع منه الحدثان، ومع ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا، فهذا الدليل
على أنه يعمل بالأصل ويترك الظاهر ويترك الظاهر. وهذه القاعدة لعلنا نذكر يعني هذا من قبيل الفائدة، هذا تعارض الأصل والظاهر هي قاعدة أصولية فقهية، معنى أن الفقهاء يذكرونها كقاعدة فقهية، وهي مبثوثة أيضا في كتب القواعد الفقهية، لكنها غير منضبطة. يعني حتى تجد في كتب الأصول، وهذا مما يعني تجده أو ما يذكره الأصوليون كتأصيل، لكن تجد التفريع في كتب الفقهاء على خلافه أو يخالف كثيرا منها. فربما يذكر في كتب الأصول أنه يعمل بالأصل إذا تعارض الأصل والغالب يرجح الأصل، لكنك إذا رجعت إلى كتب الفقه وجدت أنه في كثير من المواضع ربما رجح الظاهر أو الغالب على الأصل. لذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية ذكر يعني تخريجا يعني في فروع المذهب على الثلاثة أوجه. وجه أن فقهاء المذهب رجحوا الأصل على الظاهر، ووجها أنهم رجحوا الظاهر أو الغالب على الأصل، ووجه أنهم توقفوا فيه، بمعنى لم يلحقوه لا بالأصل ولا بالظاهر. لذلك يقول المرداوي رحمه الله تعالى قال: وهذا لا ينضبط، يعني من يقول أنه يعمل بالأصل إذا تعارض الأصل والظاهر يعمل، قال هذا لا ينضبط لا عندنا ولا عند الشافعية، وهذا الصحيح، لأنك إذا رجعت إلى كتب الفروع تجد أنه ربما رجح الأصل وربما رجح الظاهر، وربما تردد الأمر بين الظاهر وبين الأصل. نذكر هذا من قبيل الفائدة. فالشاهد أنه مما أن هذا الحديث مما يستدل به على ترجيح الأصل على الظاهر. قال رحمه الله: وثوب أمامة ثوب صبي، ويرد على هذا ورد المصنف ورد الشارح يعني على هذا الاستدلال، لا على القاعدة، لكن رد على هذا الاستدلال، يعني الاستدلال بهذا الحديث على أنه إذا تعارض الأصل والظاهر فإنه يقدم الأصل. قال: يرد على هذا أن هذه حالة فردة، يعني وقعت مرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا دليل على عمومها، والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات وتنظيف ثيابهم عن الأقدار، هذا الذي يتعاهده الأبوان في الجملة في الغالب، أنهم يتعاهدون الأطفال بالتنظيف وإزالة القذر والوسخ عن أجسادهم. قال: وحكايات الأحوال لا عموم لها، فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف. أنتم تقولون الغالب، لا دليل على هذا الغالب، أولا لأنها وقعت مرة منه صلى الله عليه وسلم، يعني الحالة فردة، يعني حمله لأمامة هي حالة واحدة فردة، ما وقعت غيرها. ثم أن قال أتى بقاعدة معروفة، وهي أن الأحوال حكايات الحال أو حكايات الأحوال لا عموم لها. ما المقصود بحكايات الأحوال؟ نذكر مقدمة: العموم إنما يستفاد من اللفظ، هذه قاعدة مقررة عند أهل الأصول، لذلك الأفعال لا دليل على عمومها، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها، لا يستدل منها العموم، إنما يستفاد العموم من اللفظ. وها هنا يعني حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة تقتضي أحوالا عدة، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حين حملها
كان فيها نجاسة الصبية أو نجاسة الأطفال، وحالة أخرى أن تكون قد نظفت وتعاهدتها أمها أو أهلها بالتنظيف. فإن من المعلوم أن الأهل يتعاهدون الصبية بالتنظيف. فلذلك هذه أحوال تحتمل كذا وتحتمل كذا، فلا دليل على عمومها حتى تقول أن هذا هو الغالب، أن هذا هو الغالب أو الظاهر. فربما تكون الحالة التي حملها فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت على حال النظافة، بمعنى إنما حملها النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم نظافتها. فلذلك قال: وحكايات الأحوال لا عموم لها. وربما أيضا يقال في هذا المقام ومع الاحتمال لا تقوم حجة، يعني احتمال كذا، احتمال أن تكون يعني لا نجاسة عليها، واحتمال أن تكون عليها نجاسة، ومع ترددها بين هذين الاحتمالين يعني يسقط بهذا الاستدلال. ويقال أيضا لا عموم لها لأن حكايات الأحوال لا عموم لها، لا يؤخذ منها العموم، إنما يؤخذ العموم من الألفاظ. وستأتي القاعدة أيضا بعد قليل، ولا أدري لما أرجعها المصنف، ولعل وربما سبق وأن ذكرناها، هذا الكتاب يعني أملاه الشيخ إملاء، يعني تصنيفه رحمه الله تعالى إنما أملاه إملاء، بمعنى يسوق الكلام يعني في الحديث مما يخطر على عقله وقلبه، ثم يدون المستملي ما يذكره. لذلك تجد في بعض المواضع يعني عدم ترتيب، وهذا أمر بدهي لمن كان يذكر شيئا أو يملي شيئا من ذهنه، بخلاف الذي يكتب، فإن الذي يكتب ربما يعود على ما كتبه بالمحو أو بالتقديم والتأخير. وها هنا كأنه وقع نفس الشيء، فرجع إلى قول الراوي، وقوله ولأبي العاص بن الربيع هذا هو الصحيح في نسبه عند أهل النسب، ووقع في رواية مالك لأبي العاص بن ربيعة، فقال بعضهم هو جد له وهو أبو العاص بن الربيع بن ربيعة، فنسب في رواية مالك إلى جده، وهذا ليس بمعروف. وأبو العاص بن الربيع هو ابن خالة زينب رضي الله تعالى عنها، فأم العاص بن ربيع هي أخت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وزواجه من بنته صلى الله عليه وسلم كان كما يذكر الرواة والمؤرخون كان بتوصية من خديجة، ويثنى وأسلم بعد ذلك، كان مشركا حين وقعت هذه الواقعة، هذه الحادثة، لكنه أسلم بعد إسلامه، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على مصاهرته. وأحسب أننا قد ذكرنا العلة في قول الراوي أو في نسبة في حين نسب الراوي زينب إلى أمها، وقلنا أن النسبة ها هنا نسبة تشريف لمقام الديانة، لأنه كان مشركا، كان أباها مشركا آنذاك، فنسبت إلى أمها زينب وكانت مسلمة، وأيضا نسبة إلى شرف النسب، فحسبك أنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد قال: ومنهم من استدل بالحديث، وكأنه خطر على وإلا يعني كان ينبغي أن يختم بهذا، لكنه عاد إلى فقه الحديث. قال: ومنهم من استدل بالحديث على أن لمس المحارم أو من لا يشتهى غير ناقض للطهارة، لأن لمس المحارم كالأم والأخت ونحوها بعضهم يقول أنه ينقض الطهارة، وهو قول ضعيف مرجوح، لكن قال قد يؤخذ أو يؤخذ من هذا الحديث أن لمس المحارم أو من لا يشتهى لا ينقض غير ناقض
للطهارة. والصحيح في هذا المقام ما قاله الفاكهاني رحمه الله تعالى، يقول وليس هذا بشيء، يعني من استدل بذلك فهذا استدلال ليس بشيء، لأن لمس الطفل الصغير وإن كان من غير ذي المحارم لا اعتبار للمسه، سواء كان من المحارم أو من غير المحارم، فلمس الطفل الصغير لا معنى له، لا معنى له. لكن على كل المصنف أو الشارح أورد هذا الاستدلال في هذا المقام، ثم أجاب عنه وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل، بمعنى أمامة، يعني حين لمسها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل من استدل أن لمس المحارم لا ينقض الطهارة، قال هنا احتمال، وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لمسها بحائل، إما بثوبه صلى الله عليه وسلم أو بثوبها، يعني ثوب أمامة، فما وصل، يعني فما لمس النبي صلى الله عليه وسلم جسدها بنفسه. قال وهذا يستمد مما ذكرناه من القاعدة التي سبق وأن ذكرناها، أن حكايات الحال لا عموم لها. تقولون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لمس أمامة، إذا صح هذا الاستدلال فدل ذلك على لمس المحارم ومن لا يشتهى، يعني غير ناقض للوضوء، قال هذا يسلم، لكن هذه حكايات حال، فإما أن يكون ثم حائل، يعني بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إما ثوبها أو ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يكون ثم حائل. ومع هذا التردد لا 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 يصح الاستدلال، فمع هذا الاحتمال لا يصح هذا الاستدلال لهذه القاعدة، وهي أنها من حكايات الحال. وهذه القاعدة تجدها يعني مبثوثة في كتب الأصول في باب العلوم العمومي، ومما يضرب من باب الإيضاح مما يضرب بها المثل كذلك، أي حكايات الحال، قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، قالوا فمن استدل على جواز الصلاة داخل الكعبة قيل له هذا لا يصح، لأن هذه حكاية حال، وحكايات الأحوال لا دليل على عمومها، فإما أن يكون صلى فريضة أو صلى نافلة، والغالب أنها نافلة، لكن مع هذا لا يصح الاستدلال به لأنها من حكايات الحال. كذلك يعني مما يضرب بهذه القاعدة المثل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير مطر ولا خوف، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، أيضا قالوا هذه حكاية حال لا دليل على عمومها. ثم نختم بآخر حديث في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث 14. قال المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 14 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. انتهى الحديث. قال الشارح: لعل الاعتدال هاهنا محمول على أمر معنوي، وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع وعلى وفق الأمر، فإن الاعتداء الخلقي أي من الخلق الذي طلبناه في الركوع لا يتأدى في السجود، فإنه ثم استواء الظهر والعنق، والمطلوب هاهنا ارتفاع الأسافل أي أسافل الجسم عن أعاليه، حتى لو تساويا
ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي. قال صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود. والاعتدال في المعنى اللغوي إذا قلت اعتدل في وقوفك معناه أن تنتصب قائما، وقد مر بنا الأمر بالاعتدال في الركوع بمعنى أن ينتصب وأن يجعل ظهره مستويا في ركوعه. لكن هل يتأتى هذا المعنى اللغوي الذي ذكرناه في الركوع في السجود؟ قال لا، ها هنا الاعتدال له معنى آخر غير المعنى الذي سبق وأن ذكرناه في باب الركوع. قال: المعنى ها هنا أي اعتدلوا على وفق الأمر الشرعي الذي أمرتم به في السجود. قال: فإن الاعتدال الخلقي الذي طلبناه في الركوع لا يتأدى في السجود، فإن ثم أي في الركوع استواء الظهر والعنق، حتى جاء في الرواية أنه لو ظهر ولو وضع على ظهره صلى الله عليه وسلم ماء لاستقر لاستواء ظهره صلى الله عليه وسلم. لكن ها هنا ليس المطلوب الاعتدال المذكور في الركوع، لكن ها هنا المطلوب ارتفاع الأسافل على الأعالي، حتى لو تساويا بمعنى الأعلى والأسفل ففي بطلان الصلاة وجهان عند الشافعية. والصحيح عند الشافعية أنها تبطل الصلاة، فلذلك المقصود الاعتدال في السجود على وفق ما أمرت به أو على وفق ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يقوي هذا الاحتمال أي أن الاعتدال المطلوب هنا على وفق الأمر النبوي الشرعي، وهو أن تكون أعالي أسافل المرء الساجد أن تكون أسافل المرء الساجد أعلى من ترتفع عن أعاليه. قال: والذي يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال عقيب ذلك: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ومن المعلوم كيف يجلس الكلب وكيف يبسط ذراعيه، فإنه إذا جلس وبسط ذراعيه استوى ظهره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط المرء ذراعيه فيتشبه بذلك بالكلب. فكان هذا الكلام كالتتمة للأول، وأن الأول كالعلة له، فيكون الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع علة لترك الانبساط انبساط الكلب. اعتدلوا على وفق ما أمركم الله تعالى وأمركم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتشبهوا في انبساطكم واعتدالكم كانبساط الكلب. قال: فإذا كان ذلك علة لترك الانبساط انبساط الكلب فإنه مناف لوضع الشرع. وقد تقدم الكلام في كراهية هذه الصفة، أي أن إذا سجد أن يبسط ذراعيه، وذكرنا في صفة السجود أنه يجافي بين عضديه وبين ذراعيه إذا سجد. وقد ذكر في هذا الحديث الحكم، أو ذكر هذا في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته، فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة. ومثل هذا التشبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة قال: لا يعودن أحدكم في هبته، أو قال: العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه فيأكله. قال: مثل الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه، أو كما قال. وهذه أيضا مما يستدل به الأصوليون، يعني في ذكر المحرمات أو المكروهات، يقولون صيغ التحريم
صيغ التحريم كثيرة، لكن كذلك ربما يذكرون أيضا إذا جاء فشبه النبي صلى الله عليه وسلم فاعل الشيء أو تاركه بشيء بحيوان خسيس أو بشيء خسيس، فهذا يدل إما على التحريم أو على الكراهة. وها هنا جاء النهي ثم ذكر علة النهي، وهو أن انبساط المرء وفرش الذراعين في السجود فإنه مدعاة إلى أن يتشبه بحيوان خسيس وهو الكلب. ثم ذكر المصنف أو الشارح رحمه الله تعالى مثالا آخر حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه فيأكله. وها هنا بحث طيب جيد للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، يقول: تشبيهات النبي صلى الله عليه وسلم للحيوانات جاءت متفاوتة لحيوانات متفاوتة في الخصة، فنهى عن التفاتة كالتفات الثعلب، ونهى عن نقر كنقر الغراب، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يرفع رأسه قبل الإمام وإلا حول الله رأسه إلى رأس حمار، وغير ذلك. قال: وفي هذا المقام ينبغي أن ينظر إلى خصة هذه الحيوانات فيستنبط منها الكراهة أو التحريم، فكلما كان الحيوان خسيسا أو كان المشبه به خسيسا، كلما دل ذلك على أن هذا الفعل آكد في التحريم أو في الكراهة. وأيضا جاء: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. فتفاوتت تشبيهاته صلى الله عليه وسلم بالحيوانات. لكن هذا بحث نفيس ذكره الإمام الصنعاني في حاشيته، قال: وما ينبغي أن نجري هذه التشبيهات كلها على وفق طريق واحد، بل ينبغي أن ينظر إلى كل حيوان وخصته، فما كان أشد في الخصة كان التشبيه به آكد في التحريم أو الكراهة. وبهذا نكون قد اختتمنا ما يتعلق بباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن نبدأ في المحاضرة القادمة في القراءة التالية إن شاء الله تعالى في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. حتى نلتقي وإياكم على خير، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.